رسالتي للأم، الله يطول أعمار أمهاتنا، ما في أي كلام يوفيهم حقهم ولا في أي جملة تعبر عن مشاعر الأبناء لهم، لكن يعني أتمنى أنه كل إنسان أمه عايشة أنه يبرها قبل مماتها، لأنه هي باب من أبواب الجنة، واللي ماتت أمهاتهم الله يرحمهم ويغفر لهم. أشكر والدتي على كل اللي تعبت فيه معايا مع أخواني. والأم طبعاً شيء خاص، يعني هذا يعني هي تعبت معانا في وإحنا صغار، أكيد وإحنا كبار لازم إحنا نهتم، رد لها الجميل. والله أوجه لأمي إنه الله لا يحرمني منك، والله يعوضك يا رب عن كل تعب تعبتيه معانا، وإن شاء الله يا رب يجعلنا بارين لك دنيا وآخرة يا رب. الله يرحمهم ويسكنهم الجنة ويرحم موتانا وموت المسلمين. أبد أحب أسلم عليها، والله يطول بعمرها إن شاء الله. الأم هي السعادة، هي الحياة، هي كل شيء، يعني بالمختصر مفيد، الأم هي السعادة. وهنيئا لمن أمه على قيد الحياة يبر بها لكي يجد السعادة. رسالة الوالدة أقول كل عام وهي بخير إن شاء الله بمناسبة قدوم رمضان طبعا، وهي الحياة والسعادة بذاتها يعني. طبعا أمي الله يحفظها ويطول في عمرها يا رب، يخليها لنا ذخر يا رب، ضحت عشاننا و يعني ضحت بالكثير، وأقول الله يعطيك الصحة والعافية يطول في عمرك يا رب. طبعا رسالة الأم يعني يصعب التعبير عن الأم، وطبعا الوالدة يعني هي طبعا البيت كامل، تعتبر ممكن تقول إن الوالدة والوالد هم البيت، يعني البيت بدون لا والدة ولا والد يعني ما يستصاق ولا على قولهم الحياة بشكل عام. لكن يعني سبحان الله الإنسان يعني يستأنس برأيهم، يستأنس بالجلسة معاهم في غيبتهم. يعني أحيانا أنا أتكلم لو عن شخصي، يعني أحب ذا العمل قريب من الوالد والوالدة لو بميزات منخفضة على أني أبتعد عنهم ويعني أجني مثلا مبالغ معينة، لكن والله الأفضل إني أشوف الواحد يجلس جنب والدته ووالدته لو في مغريات أكثر، لأنهم هذول ما يتعوضون، يعني فترة والحياة قصيرة كلنا يعرف هذا الشيء، وهذا اللي أقدر أقوله بس. والوالدة الله يرحمها ما تحمل شهادة، لكن في نظري ما شاء الله خرجتنا كدكاترة، يعني أصغر أخواني يحمل شهادة ماجستير، فنظري هي أستاذ دكتور، هي بروفيسورة، والله يجزيها خير ويسكنها الفردوس الأعلى ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، هي وأمهات المسلمين يعني اللي تعبوا وسهروا علينا وإلى خرجونا، ويميها لا في شغالات ولا في معاونين لها ولا شيء، الله يجزيهم الخير يعني أمهاتنا وأمهاتكم أمهات المسلمين.